هذه ورشة تالية ننظمها مع السلطة العليا للقضاء، لأن قانون المنافسة هو كما يعلم الجميع قانون جديد في المغرب، وليس هناك فقه قرارات كثيرة اتخذت في هذا الميدان في المغرب، ولذلك نعمل على تنوير القضاة بما عمل عليه في بعض الدول اللي عندها بعض التقدم في هذا الميدان للتنوير. قانون المنافسة كما نعلم هو قانون ينظم السوق لحرية المبادرة، لضبط الأثمنة ولحماية المستهلك. هذا قانون مهم، لأن بدونه الاقتصاد الوطني لا يكون ناجعا. لذلك هناك دور أنيط به المجلس، مجلس المنافسة، لتطبيق هذا القانون، ولكن في النزاعات أو حتى في القرارات المجلس يبقى بطبيعة الحال الكلمة النهائية للقضاء، ولذلك هناك الورشات ليكون هناك فهم جيد للقانون وتطبيق سليم لذلك. ولهذا هذه تبادل الخبرات وطنية ودولية هي في مصلحة السوق الوطني، ونعلم أن توجيهات السامية لصاحب الجلالة تتجه إلى تطبيق القانون لحماية المستهلك بالخصوص ولاقتصاد ناجع، وهذه المبادرة هي داخلة في هذه تطبيق هذه التوجيهات السامية.